وجولة على المشهد السياسي مع الزميلة ريف عقيل. مساء الخير ريف. مساء الخير جورج. شو عنا اليوم بالمشهد السياسي؟ يعني اليوم هو كان يوم الصلاة والتأمل، خلينا نقول في ظاهره على الأقل يعني، ولكن يعني هذا الود الكنسي خلينا نقول لم يؤتي حتى هذه الساعة بأي نتائج على الأقل، يعني خلينا نقول تغدوا وفلوا لحد هلا، بنشوف سوا على كل حال. صحتين. لم يخرج نحن أكلنا الضرب يعني. صحيح. لم يخرج عن خلوة بيت عنيا سوى رجاء بتقبل الدعاء. أما في السياسة فالصورة الجامعة في أحضان سيدة لبنان، تفرق نوابها بعد مائدة الغداء وكل على تعنته وموقفه، فالتيار يرفض ابتزازه وتخييره بين سليمان فرنجية وجوزف عون. القوات اللبنانية على حالها ورئيس مجلس النواب نبيه بري ينتظر جلوس المكونات والتوافق، وإلا لن يشارك النواب المسيحيون في أي جلسات ولا رئيس على الرغم من الحراك العربي والإقليمي. فالمفوض القطري حصر مهمته باستطلاع الآراء والمواقف حول فرنجية ومدى إمكانية التوافق والتنازل لصالح شخصية أو اسم آخر، في وقت لا يزال موقف السعودي على حاله بانتظار إعلان رسمي عن جواب المملكة على البريد الفرنسي وأجوبة فرنجية على الهواجس الخارجية. وخلال مشاركته في الخلوة علمت الجديد أن كلاما دار بين الراعي وباسيل أمام الحاضرين وتناول الاستحقاق الرئاسي ومساره، إلا أنه بقي فقط في العموميات. بعدها استقبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل سفيرة فرنسا في لبنان أنغيو، وجرى عرض للأوضاع السياسية والجهود المتواصلة لانتخاب رئيس للجمهورية وفق تصور إصلاحي واضح وصريح كما جاء في بيان للتيار. ومن برنامج الحدث أكد النائب السابق أدي معلوف أن التيار يرفض المساومة في حال رأسة التسوية الرئاسية على انتخاب جوزيف عون أو سليمان فرنجية رئيسا، مؤكدا وقوفه في صف المعارضة. في كلام أنه يا سليمان فرنجية يا جوزيف عون. حسب الله يعول، أنه إذا قالكم أنه طيب بلا سليمان فرنجية تعالوا نروح على جوزيف عون، أنتم حتربطوا تقولوا له لا خلص سليمان. قطعت هاي. هيدي الخبرية قطعت. هيدا السيناريو اللي حضرتك عم تحكي عنه واضح شو جوابنا عليه، انه لا هون ولا هون. وخيرنا منروح على المعارضة. هالقد حجم يعني هيدا الموضوع اللي انه ما ننسى انه نحن طيار خلقنا من 15 سنة معارضة. نعم. ايه بقى هيدا اللي بجرب يخوفنا انه والله بتظهروا من السلطة لا اوكي شو يعني وين المشكلة يعني. نعم. وفي الرسائل الخارجية وخلال برنامج هنا بيروت، شبه المدير التنفيذي لرؤية العوربة نوف الضو المبادرة الرئاسية الفرنسية بموقف فرنسا خلال معاهدة ميونخ عام 1938، واعتبر أن العقوبات التي طالت الأخوين رحمي رسالة أمريكية إلى الفرنسيين وليست إلى الوزير السابق سليمان فرنجية. أنا باعتقادي أنه هذه رسالة أمريكية إلى الفرنسيين بأنه ما تقومون به في هذه المرحلة في لبنان وما تقومون به على مستوى المنطقة هذا موضوع منه بوقته الصحيح. وأنا بعتقد أنه عم بفركشوا الموضوع الفرنسي أكثر ما هني عم بفركشوا موضوع انتخاب سليمان فرنجية بحد ذاته. كتير راحوا لبعيد الفرنسيين بمحاولة استرضاء الإيرانيين على حسابه وانا باعتقادي انه الامريكان بلشوا يدرسوا حساباتهم يعني من بعد الاتفاق السعودي الايراني ومن بعد الرعايه الصينيه لهذا الاتفاق. انا بعتقد انه في تيار داخل الولايات المتحده الامريكيه بلش يقول الى اين تاخذنا سياسه بايدن. هذا التيار في الولايات المتحده الامريكيه عم يبعث رساله للفرنسيين انه التفويض اللي كنا عاطينكم اياه بمرحله من المراحل اعملوا اللي بدكم اياه بلبنان، وانتم استعملتوا هذا التفويض على قاعده ارضاء الايرانيين بكل ما يريدونه على حساب كل اللبنانيين الاخرين. فرنسا باعت تشيكوسلوفاكيا بسنه 1938 باتفاق ميونخ لحتى تجرب تتلافى حرب. اليوم اللي عم بيعمله الرئيس ماكرون نفس الشيء، عم بيبيع لبنان لايران بحجه الاستقرار السياسي والامني والاقتصادي في لبنان. ومن برنامج الحدث أكد النائب السابق وهبي قطيش أن لا علاقة إدارية بين جعجع والأخوين ريمون وتادي رحمي سوى أنهم من البلدة نفسها. العلاقة بين يمكن القوات اللبنانية أو الدكتور جعجع أو الأخوين رحمي هن علاقة أبناء البلدة وحدة. هلا القول أنه والله كانوا يساهموا
بنشاطات معينه بيقوموا فيها القوات اللبنانيه بالمنطقه، طبعا قاضي ولايه الضيعه، يعني مثل ما اكون انا مثلا مرشح عن النيابه ويجوا ابناء بلد يمكن يتبرعوا لي بشيء ليساعدوني، انا مش يعني بدي اسالهم من وين جايبين مصرياتكم. القوات اللبنانيه وسمير جعجع ما في ولا علاقه اداريه بينه وبين ابناء رحمه، سواء انه ابناء البلده وبيساعدوا البلده ويمكن بيساعدوا المنطقه ككل. وفي ظل الفراغ الرئاسي توقف المجلس السياسي في تيار الوطني الحر عندما أسماه خطورة سلوك رئيس الحكومة المستقيلة والذي يرتكب معصية في الدستور بتوقيعه منفردا على موافقات استثنائية يتطلب إصدارها عادة توقيع رئيس الجمهورية. وتابع في أحدث مخالفات ميقات موافقة استثنائية وقعها منفردا لاستيراد البطاطا من الخارج ومن خارج رزنامة الزراعية على أن يعرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء للتسوية. واعتبر التيار أن هذه مخالفة تلزم الحكومة المقبلة وتسيء في هذا الوقت إلى مزارعي البطاطا اللبنانيين، ناهيك عن توقيع عشرات الموافقات الاستثنائية خلافا للدستور والقانون، والله وحده يعلم ما في هذه التوقيع. جورج، شكرا لك ريف على هذا المشهد السياسي.